وأخيرا صار وقت المقارنة الشاملة والتفصيلية الكاملة بين هاتف سامسونج النوت 10 بلس وهاتف سامسونج الأحدث الـ S22 ألترا النوت الجديد تحت اسم سلسلة الـ S. حنتعرف على كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة بين الجهازين ومن كافة النواحي، وكذلك اختبارات الأداء بين الجهازين، وحنقدم الخلاصة بنهاية الفيديو حتى يكون هذا الفيديو مرجع للجميع قبل الشراء. تابعوني للنهاية لمعرفة كل التفاصيل. أنا أحمد العلي، أرحب بكم بمقارنة ومراجعة جديدة بين هواتف سامسونج. السلام عليكم ورحمة الله، وكل الهلا بكم أحبابي المتابعين من كل مكان. اليوم وحسب طلباتكم الكثيرة حنقدم لكم مقارنة شاملة بين عمالقة سامسونج النوت 10 بلس بأعلى نسخة والداعمة لل 5G وهاتف الـ S22 ألترا ملك الساحة وآخر هواتف سلسلة الـ S حاليا. طبعا القسم الأول بالمقارنة حنتعرف على كل الفروقات بين الجهازين مع المواصفات الكاملة للهاتفين، فخلونا مباشرة نبلش مع تاريخ إطلاق الجهازين. النوت 10 بلس تم إطلاقه بشهر الثامن عام 2019، بينما الـ S22 ألترا بشهر الثاني عام 2022. النتورك أو دعم الشبكات نتكلم عن أعلى نسخ من الهواتف واللي تدعم الـ 5G وبقية الشبكات. إلى الدايمنشنز أو الأبعاد، النوت 10 بلس 162.3 في 77.2 في 7.9 ملم والوزن 198 غرام. أما الـ S22 ألترا ف 163.3 في 77.9 في 8.9 ملم والوزن 228 غرام. فواضح هنا أن النوت 10 بلس أخف بالوزن وكذلك أنحف من الـ S22 ألترا. إلى البنية أو البلد، النوت 10 بلس الزجاج من الأمام والخلف مع إطار من الألمنيوم وطبقة الحماية هي الغوريلا جلاس 6. أما الـ S22 ألترا فكذلك الزجاج من الأمام والخلف مع إطار من الألمنيوم، لكن يجي مع أقوى طبقة حماية واللي هي الغوريلا جلاس فيكتس بلس. فمن ناحية الحماية والقوة تروح النقطة هنا لصالح الـ S22 ألترا. إلى الديسبلاي أو شاشة العرض، على النوت 10 بلس دايناميك أموليد داعمة للـ HDR 10 بلس مع حجم شاشة 6.8 إنج والريزولوشن أو دقة العرض 1440 في 3040 بيكسلز مع الدنسيتي أو كثافة الشاشة 498 PPI وتوفر ميزة الـ Always On Display. أما الـ S22 ألترا فالشاشة دايناميك أموليد 2X داعمة أيضا للـ HDR 10 بلس وقوة الإضاءة توصل للـ 1750 نتس وهي الأعلى حاليا. حجم الشاشة 6.8 إنج ودقة العرض 1440 في 3088 بيكسلز مع الكثافة 500 PPI وداعمة أيضا لميزة الـ Always On Display. فواضح أيضا هنا أنه الشاشة على الـ S22 ألترا أفضل بالمواصفات من شاشة النوت 10 بلس. ما ننسى أيضا أنه الـ S22 ألترا يدعم العرض بتردد 120 هيرتز وبشكل كامل، بينما هذا الشيء غير متوفر على النوت 10 بلس. ونوصل إلى البلاتفورم والنظام، على النوت 10 بلس انطلق مع الأندرويد 9 وحاليا وصل إلى الأندرويد 12 مع واجهة سامسونج One UI 4، وهذا آخر تحديث وصله لأن ما راح توصل على الأكثر أي تحديثات إضافية للنظام. الشيبسيت أو المعالج نسختين، الإكسينوس 9825 مصنع بال 7 نانومتر ومخصص للعالم العربي وبقية المناطق، ومعالج السناب دراجون 855 أيضا مصنع بال 7 نانومتر لأمريكا وبعض الدول الأخرى. الـ S22 ألترا بالمقابل انطلق مع نظام الأندرويد 12 وواجهة الـ One UI 4.1 وحتوصل أربع تحديثات أساسية للنظام، يعني حيوصل الأندرويد 15 أو 16 مع خمس سنوات تحديثات أمنية. والمعالج أيضا نسختين، الإكسينوس 2200 مصنع بال 4 نانومتر لأوروبا، والسناب دراجون 8 جن 1 أيضا مصنع بال 4 نانومتر لبقية دول العالم بضمنها لأول مرة العالم العربي. بنية السي بي يو على الهاتفين تجي 8 نواة أوكتا كورز، لكن مع كورز الكورتكس المتطور على الـ S22 ألترا. الجي بي يو أيضا يجي أحدث وأفضل بكل تأكيد على الـ S22 ألترا مقارنة بالنوت 10 بلس. الذاكرة والتخزين الداخلي خصوصا لمناطقنا وبقية دول العالم، النسخ الرسمية تجي مع 256 جيجا بايت مساحة تخزين داخلي أو 512 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام على النوت 10 بلس، ونوع التخزين الـ UFS 3.0 مع توفر ميزة إضافة كارت الذاكرة الخارجية، بينما الـ S22 ألترا يتوفر مع خيارات الـ 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، لكن النسخة الرسمية هي الـ 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام
وأيضا يتوفر الهاتف مع خيارات الـ 512 جيجا بايت أو الـ 1 تيرا بايت مع 12 جيجا بايت رام، ونوع التخزين UFS 3.1 مع عدم توفر خيار إضافة الذاكرة الخارجية No Memory Card Slot. إلى الكاميرات، على النوت 10 بلس الكاميرات الأساسية 12 ميجا بكسل وايد أو عريضة مع 12 ميجا بكسل تليفوتو و16 ميجا بكسل ألترا وايد عريضة جدا مع 0.3 ميجا بكسل TOF 3D للعمق. توفر مميزات مثل الـ LED فلاش والأوتو فلاش البانوراما، وتصوير الفيديو يوصل للـ 4K at 30 أو 60 فريم بير سكند. بينما على الـ S22 ألترا فالكاميرات الأساسية 108 ميجا بكسل وايد أو عريضة، 10 ميجا بكسل بيريسكوب تليفوتو، وأيضا 10 ميجا بكسل تليفوتو مع 12 ميجا بكسل ألترا وايد أو عريضة جدا. دعم الـ LED فلاش والأوتو HDR والبانوراما والسوبر ستيدي فيديو، وتصوير الفيديو يوصل للـ 8K at 24 فريم بير سكند أو 4K at 30 أو 60 فريم بير سكند. أما السيلفي كاميرا على النوت 10 بلس ف10 ميجا بكسل وايد أو عريضة، وتصوير الفيديو يوصل إلى 4K at 30 أو 60 فريم بير سكند، بينما على الـ S22 Ultra 40 ميجا بكسل وايد أو عريضة والفيديو يوصل إلى 4K at 30 أو 60 فريم بير سكند. فأكيد هنا نقول إنه التصوير أفضل على الـ S22 Ultra من كافة النواحي، وهذا مو معناه إنه التصوير على النوت 10 بلس سيء، لا أبدا، التصوير أيضا جيد جدا، لكن للأشخاص اللي يحبون التصوير ويريدون الأفضل هنا أكيد يتوجهون للـ S22 Ultra. بالنسبة للصوت، فعلى الجهازين يدعم الستيريو مع عدم توفر منفذ 3.5 ملم. بقية المميزات، على النوت 10 بلس توفر البلوتوث بنسخة الـ 5.0، الواي فاي والواي فاي دايركت والواي فاي هوت سبوت والجي بي اس والان اف سي كلها متوفرة، ونوع اليو اس بي هو تايب سي 3.1. على الـ S22 Ultra أيضا كلها متوفرة، ونسخة البلوتوث أحدث اللي هي الـ 5.2، كذلك نوع الـ USB هو Type-C 3.2. البصمة على الجهازين تحت الشاشة، لكن متطورة أكثر وأسرع على الـ S22 Ultra. توفر السامسونج ديكس على الجهازين، مقاومة الماء والغبار أيضا متوفرة على الجهازين، وكذلك القلم الـ S Pen أو الستايلس، لكن يجي مع مدة تأخير أو latency 42 ملي سكند على النوت 10 بلس، بينما مدة التأخير على قلم الـ S22 Ultra توصل إلى 2.8 ملي سكند، واللي يخليه الأسرع بالعالم. توفر ميزة الـ UWB أو الـ Ultra Wide Band فقط على الـ S22 Ultra. واضح جدا أنه المميزات على الـ S22 Ultra أكثر وأفضل، وهذا الشيء طبيعي بسبب الفارق الزمني بين الجهازين، وأنه الـ S22 Ultra هو آخر هاتف لسامسونج من سلسلة الـ S. وإلى البطارية، على النوت 10 بلس البطارية تجي بقدرة الـ 4300 ملي أمبير مع سرعة شحن 45 واط، والشحن اللاسلكي السريع بالـ 15 واط، والشحن اللاسلكي المعكوس أو العكسي 4.5 واط. أما على الـ S22 Ultra فالبطارية أكبر بقدرة 5000 ملي أمبير، وسرعة الشحن أيضا توصل لـ 45 واط، الشحن اللاسلكي 15 واط واللاسلكي العكسي كذلك 4.5 واط، فالقدرات متطابقة عدا حجم البطارية أكبر على الـ S22 Ultra. بالنسبة للألوان على النوت 10 بلس، نزل مع ألوان الأبيض والأسود والجلو أو لون الشفق القطبي، واللي ينطي مجموعة ألوان بوقت واحد. أما الـ S22 Ultra فيجي مع الأسود والأبيض والأخضر والجرافايت، كذلك توفر باللون الأحمر والأزرق والبنفسجي، لكن مو بكل المناطق. إذا نتكلم عن تجارب الأداء، فلهاتف الـ S22 Ultra على منصة الأنتوتو 968359، على الجيك بنش 3657، الجي اف اكس بنش 37 فريم بير سكند، والباتري لايف 108 ساعة. بالنسبة للنوت 10 بلس غير متوفرة مع الأسف، لكن أداء هاتف الـ S22 Ultra أفضل بكل تأكيد من أداء هاتف النوت 10 بلس. والآن إلى الخلاصة والزبدة من المقارنة، النوت 10 بلس يتفوق على الـ S22 Ultra ببعض الأمور مثل الوزن والنحافة والخفة، بحيث مسكته تكون أفضل وأريح من الـ S22 Ultra. عدا ذلك فكل شيء مهم نشوفه أفضل على الـ S22 Ultra، سواء من ناحية التصوير والكاميرات أو قوة البطارية وقوة المعالج والأداء الخارق بدون دوخة معالج الإكسونوس، خصوصا للأشخاص اللي يحبون الجيمينج الألعاب بصورة مكثفة واللي دائما يعانون من حرارة معالجات الإكسونوس. أكيد حيكون الـ S22 Ultra
الأفضل لأنه يجي لأغلب دول العالم بضمنها الدول العربية مع معالج السناب دراجون. القلم كذلك أفضل على الـ S22 Ultra لأنه يمنح تجربة كتابة وكأنما على ورق حقيقي بسبب مدة التأخير القليلة اللي يجي بيها واللي هي 2.8 ملي سكند فقط. فنصيحتي لكم متابعين الكرام، إذا خيروك بين الجهازين كشراء أكيد الـ S22 Ultra الأفضل، لكن سعره حيكون أغلى بكل تأكيد. طيب لو كان عندك النوت 10 بلس هل يستحق أن تقوم بالترقية لهاتف الـ S22 Ultra؟ الجواب إذا كنت تريد تصوير أفضل كأن تكون مهتم أكثر ما يكون للكاميرات وقدراتها، أو تريد أقوى المعالجات مع أفضل أداء من كافة النواحي وما تهتم للأموال، فأكيد أنصحك تاخذ وتجرب الـ S22 Ultra لأنه يعتبر واحد من أفضل الهواتف بالعالم حالياً. أما إذا كنت مستخدم عادي وغير مهتم بالتصوير وما تستخدم القلم أصلاً أو استخدامك جداً قليل وراضي بأداء الهاتف وما تهمك التحديثات للنظام اللي حتنقطع عن النوت، فاستمر على هاتفك النوت 10 بلس ووفر أموالك للجيل القادم من هاتف الـ S23 Ultra. ختاماً أتمنى أكون غطيت معظم الجوانب بمقارنة اليوم وجاوبت على معظم أسئلتكم بخصوص الجهازين، لأن كتجربة شخصية حالياً أشوف للـ S22 Ultra هاتف مميز بمعنى الكلمة وهو أفضل هاتف من سامسونج لحد الآن، لكن مع ذلك يبقى القرار النهائي لكم أصدقائي المتابعين. اختار الأشياء اللي تهمك ولا تهتم للأحدث والأفضل، لأنه أساساً مو كل الأشخاص يحتاجون كل الأمور اللي تيجي بيها هواتف الفلاكشيب واللي تخلي السعر غالي بسبب المواصفات العالية اللي بيه. وخلص هذا كان كل شيء بمقارنة اليوم، أتمنى أسمع تجاربكم أصدقائي خصوصا مالكي هواتف النوت 10 بلس والـ S22 Ultra. تركوا تجاربكم مع التعليقات بالأسفل حتى تعم الفائدة للجميع. هذا كان كل شيء ويانا بفيديو ومقارنة اليوم، كان وياكم أخوكم أحمد العلي. شكرا لكم على حسن المتابعة ونلتقي إن شاء الله وياكم بالفيديوهات القادمة. في أمان الله.